السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية، والبداية بالعناوين. المتنافسون على الرئاسيات ينشطون 85 تجمعا خلال الأسبوع الأول، ومديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة تحتل الصدارة. غياب المناظرة السياسية بين مترشحي الانتخابات الرئاسية رغم تجسيدها في العديد من الدول يطرح التساؤلات، خوف من الفضائح أم غياب لثقافة الحوار؟ مهنيو قطاع السمع البصري يتنافسون صعداء بعد صدور القانون الخاص بهم رغم الجدل الواسع الذي صاحب المشروع منذ بدايته. وفي الساعة الإخبارية تتابعون، حوت ضخم يخرج إلى شاطئ أزفون بتيزي وزو ويشد فضول العديد من المواطنين. مشاهدينا، أهلا بكم إلى تفاصيل هذه الساعة الإخبارية. وقبل أن يسدل الستار على الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية، تكون مديرية حملة الرئيس المترشح قد تفوقت على باقي المترشحين الخمسة بعقدها ل 37 تجمعا شعبيا في 23 ولاية. المزيد مع أحمد حفصي. نظم مرشحو الرئاسية 86 تجمعا خلال الأسبوع الأول للحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل القادم. ففي نظرة خاطفة على مجريات الحملة الانتخابية في أسبوعها الأول، تكون مديرية حملة الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة في صدارة قائمة أكثر المترشحين نزولا للولايات لتنشيط تجمعات شعبية. فممثلو الرئيس المترشح وخلال الأسبوع الأول من عمر الحملة الانتخابية استطاعوا تنظيم 37 تجمعا شعبيا في 23 ولاية، متفوقين على حملة الغريم التقليدي علي بن فليس الذي يحظى بدعم أكثر من 20 تشكيلة سياسية، لكنه فضل أن ينشط بنفسه جل التجمعات. وبعملية حسابية بسيطة نجد أن بن فليس نظم خلال نفس الفترة 14 تجمعا شعبيا في 12 ولاية. أما موسى تواتي الذي يخوض غمار الرئاسيات للمرة الثانية فاكتفى بزيارة 15 ولاية، مفضلا العمل الجواري عن التجمعات الشعبية. لويزا حنون من جهتها نظمت 8 تجمعات في 8 ولايات، أما عبد العزيز بالعيد فاكتفى ب6 تجمعات في 6 ولايات. علي فوزي ربعين من جهته زار 6 ولايات، زوج خلالها بين عقد تجمعات شعبية والعمل الجواري. ولكن نعطيه كذلك الحرية. هذا وسيعرض علينا زميل محمد سعدوي تفاصيل هذه الخرجات جغرافيا في هذا الموضوع. ينقضي الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية التي بلغ فيها التنافس ذروته، حيث قام المترشحون بماراثون على عدة ولايات لكسب أصوات المواطنين. فالمترشح عبد العزيز بالعيد زار كل من الجلفة، البوليدة، خنشلة، عين الدفلة، بومرداس، قسنطين، أمسيلة. أما المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة فمثله عبد الملك سلال في ولايات أضرار، تمر راست، البوليدة، برج بوعريريج، تلمسان، وورقلة، وقسنطينة. من جهته رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس فقد حط الرحالة بكل من معسكر، عين تيموشنت، البوليدة، أضرار، ورقلة، الوادي، الشلف، سيدي بالعباس، تلمسان، غردايا، والأغواط. علي فوزي ربعين أقام تجمعات في بسكرة، خنشلة، طارف، سكيكدا، قسنطينة، وألغى تجمعا بولاية سقهراس. أما المرأة الوحيدة في السباق لويزا حنون فقد اجتمعت بأنصارها في كل من عنابة، سكيكدا، قسنطينة، شلف، مستغانم، غيليزان، البوليدة، مسيلة، وبرج بوعريريج. مرشح الفقراء كما أراد أن يسمي نفسه موسى تواتي فمشاريعه عرضها في ولايات البيض، نعامة، بشار، كما عرج على غرداية، ورقلة، بسكرة، وخنشلة، وتبسة، سقهراس، طارف، عنابة، وقالمة. بهذا تكون ولاية قسنطينة الأكثر زيارة هذا الأسبوع، بينما المناسبات التي التقي فيها أكثر من مرشحين في ولاية واحدة فهي خمسة. وفي أول خرجة لأحمد أويحيى القيادي بمديرية حملة رئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، استنكر رجل ثقة بوتفليقة محاولات بعض الأطراف السياسية جر الجزائر إلى سيناريو مشابه لما عاشته دول الجوار. أحمد أويحيى ومن معسكر وتيارت أكد بأن بوتفليقة الرجل الضامن لأمن واستقرار الوطن. ديار بن داود رصد التالي. Thank you.
نحلوا بعضنا بعض من فالزين. اليوم يشوفوا الربيع، واش جاب الربيع؟ اصحاب الربيع نحترم الناس. هل الجماعه اللي عاشت الربيع تحسنت امورها؟ هل الشوماج نقص عند دول الربيع؟ هل التنميه زادت عند دول الربيع؟ هل الاستقرار تعزز في دول الربيع ولا يلعبوا بنا؟ يلعبوا بنا من جوية فريد. شعلوا النار في بلدان عربية، راحوا ضربوا ليبيا وجاوا يديروا فيشطة في طرابلس إلى تشفاو. قادة غربيين قال لك سلكنا ليبيا، اليوم ليبيا تحرك وربي يحفظها، واحد فيهم تحرك ولا قاتل من الخير. من جهته ندد عبد الملك سلال مدير حملة الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة بمحاولة بعض الأطراف الرئيسية صفو الحملة الانتخابية من خلال اتهامات وصفها بالمجانية. عبد الملك سلال وأمام حشد من مؤيدي العهدة الرابعة رفع على استقرار مؤسسة الدولة. المزيد مع مبعوث تلفزيون النهار إلى قسنطينة محمود حمر. في اليوم السادس من انطلاق الحملة الانتخابية استقبلت ولاية قسنطينة عبد الملك سلال مدير حملة الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة وسط حضور قوي لأنصار بوتفليقة بالقاعة الرياضية شهيد حملاوي. سلال من قسنطينة مسقط رأسه قال أن استمرار بوتفليقة من شأنه أن يضمن الأمن والسلم، متحدثا أيضا عن الدور الفعال الذي يلعبه الجيش الجزائري بالإضافة إلى تدعيم حريات العدالة. لازمنا عدالة، عدالة في المستوى، عدالة مهنية وتكون لها حرية أكثر. هذا هو المشروع اللي تقدم به الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة إلى المجتمع لتدعيم حرية العدالة. لازم كذلك نزيد ندعم الجيش ومصالح الأمن وبالأخص الجيش أكثر أكثر أكثر. خطاب سلال هذه المرة وجه من خلاله عدة رسائل سياسية لأولئك الذين يريدون تعكير الجو الانتخابي حسبه، مضيفا أن حملتهم نظيفة ولا تمس بكرامة الأشخاص عكس ما يقوم به بعض المترشحين. شوفوا في الحملة الانتخابية كاش مجرحنا واحد، ما نمسوش حتى واحد، ما نجرحوا حتى واحد. احنا حضارة، راني في قسنطينة عاصمة الحضارة، ونقول كل جزائريات والجزائريين، ونقول كل مترشحين وكل الناس، احنا عندنا حملة انتخابية حضارية، ما نسبوا واحد، ما نمسوا واحد. مدير حملة الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة من قسنطينة رفع عدة تحديات، فهل يا ترى ستكون قسنطينة أحد جسور مرور بوتفليقة إلى قصر المرادية؟ محمود حيمر، تلفزيون النهار، قسنطينة، الجزائر. كما هجم كل من عمار غول وعمار بن يونس العضوان القياديان في مديرية حملة الرئيس المترشح دعاة المقاطعة ومن تيبازا كذا بأن محطة 17 أفريل نقطة تحول في تاريخ الممارسة السياسية بالجزائر. المزيد مع مبعوث تلفزيون النهار إلى تيبازا محمد بومجو. هاجم العضوان القياديان في مديرية حملة الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة دعاة المقاطعة عمار غول وعمار بن يونس من تيبازا، اعتبرا محطة 17 أفريل نقطة تحول في تاريخ الممارسة السياسية بالجزائر، أين وجها نداء للجزائريين للتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع. هذه الناس المعارضين، هذه الناس اللي يحبوا يقاطعوا، لازم يوم 17 أفريل نعطوهم درس في الديمقراطية، ودرس تاع الديمقراطية لازم يخلوا الشعب الجزائري هو اللي يقرر والشعب هو اللي يتكلم. يوم 17 أفريل ما كان أي جريدة، ما كان أي تلفزيون، ما كان أي مسؤول سياسي اللي راح يفرض على الجزائر شكون يكون الرئيس. معسكر المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة انتقد خطابات بعض المترشحين التحريضية في ظل التراشق الإعلامي والسياسي الدائر بين بوتفليقة وبن فليس المرشحان للعب الأدوار الأولى في الاستحقاق الرئاسي القادم. ونقول للجميع، للمترشحين ومن حولهم ومن اختاروا دائرة خارج الترشيح، نقول لهؤلاء ارفعوا المستوى، ارفعوا المستوى،
إلى مستوى المحطة، إلى مستوى المنصب، إلى مستوى المسؤولية. لا تسقطوا، لا تسقطوا في القيل والقال الذي لا يبني. وفي انتظار ساعة الحسم يعيش الجزائريون أجواء حملة استثنائية على أكثر من صعيد في انتظار ما تحمله الأيام القادمة. هذا وقد رفع عبد القادر بن صالح القيادي في مديرية حملة المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة رفع في دوريته نحو الشرق للإنجازات المحققة في عهد رئيس بوتفليقة. عبد القادر بن صالح ومن المعاقل التقليدية لبوتفليقة في ولايتي سطيف وقلمة فتح النار على دعاة المقاطعة. مبعوث تلفزيون النهار إلى سطيف سيد أحمد هديبل بعثها بالتالية. في دوريته نحو الشرق رفع الأمين العام للأرندي عبد القادر بن صالح للإنجازات المحققة في عهد الرئيس المترشح بن صالح. وأمام مؤيدي بوتفليقة في كل من سطيف وقلمة اعتبر دخول بوتفليقة لغمار الرئاسيات هو بمثابة ضمانة لاستقرار الجزائر. الأرندي الذي كان آخر الملتحقين بركب المدعمين لعهدة جديدة لبوتفليقة انتقد الأطراف التي تحاول الاصطياد في المياه العكرة. جئت لأقدم تحية إعجاب وتقدير لإبناء الولاية لأنهم اعتمدوا على نفسهم على أنفسهم وبنوها وجعلوا منها واحدة من الحواضر المتقدمة والمتطورة. بن صالح وأمام أنصار الرئيس المترشح في كل من سطيف وقلمة دعا الجزائريين للذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع لتفويت الفرصة على من أسماهم دعاة الفتنة. أتكلم عن سطيف، صور عظماء من تاريخ هذه المدينة بل أقول من تاريخ الجزائر، تحية تقدير وإعجاب لأحفاد من ذكرت أسماءهم. الأرندي الذي ظل وفيا لخطابه وخطه السياسي يراهن على تعبيد الطريق لولاية رئاسية جديدة لبوتفليقة الذي يواجه منافسة شرسة في معاقله التقليدية. ومن جيجل دفع عبد العزيز بالخدم القيادي بمديرية حملة المترشح عبد العزيز بوتفليقة عن حصيلة الإنجازات المحققة خلال السنوات الأخيرة. التغطية لأيمن عبد الرحيم. تخرج عن الإطار السلمي المترشح عبد العزيز بوتفليقة لأن اللي بدا المصالحة واللي عنده القدرة على بعد النظر واللي عنده إمكانية بفضل ما يملكه من شبكة علاقات على الحفاظ على أمن البلاد على استقرار البلاد طبعا هو اللي نزكيه هو اللي ندعمه. ونبقى دائما في ملفية رئاسيات ودائما مع الحملة الانتخابية. اختفى المترشح الحر علي بن فليس أثر منافسه موسى تواتي بولاية غردايا. علي بن فليس وفي سادس يوم من الحملة الانتخابية للرئاسيات دعا أبناء ولاية غردايا إلى تعقل ونبذ الفتنة دون أن ينسى مغازلة أصوات الغرداويين. التغطية لمبعوث تلفزيون النهار إلى غردايا مصطفى تونسي. نزل المترشح الحر لرئاسية أفريل القادم علي بن فليس على مدينة غردايا مستهلا جولته الدعائية ضمن الحملة الانتخابية بمثليلي ذات الأغلبية العرب، وخص جزءا هاما من خطابه للصلح بين أبناء المنطقة بعد الأحداث الأخيرة المؤلمة. الحل يأتي بدولة تفكر في مصير شعبها وتجد الحلول قبل قيام الأزمات، أزمة أمنية، أزمة اقتصادية، أزمة اجتماعية، أزمة سياسية، أزمة تاع ديمقراطية، أزمة تاع عدم استماع الدولة للمواطنات والمواطنين. هاو اللب تاع المشكل في الولاية هذه. رسائل تهدئة وتغليب منطق العقلاء لتجنيب إدخال غردايا في دوامات الصراع هو أيضا ما دعا إليه بن فليس من قصر بنورة ذا الأغلبية المزابية. هذه غردايا اللي يقولوا فيها أزمة ما تنتهيش تنتهي. كريم العقلاء موش بالآلاف ولا بالمئات، بعشرات الآلاف يسيطرون على الأوضاع، لكن لابد أن تتجاوب الدولة مع الشعب، لازم الشعب يولي يزيد في الدولة، لابد من حل مشكلة الشرعية.
هذا هو لب المشكل في الجزائر. يضاف صوت بنفليس للعديد من الساسة الذين سبقوه لزيارة المنطقة. هذا وأرجع المترشح الحر علي بن فليس في تصريح حصري لتلفزيون النهار ما عاشته غردايا في الأسابيع الأخيرة، أرجعه إلى غياب ثقافة المواطنة لدى الدولة، داعيا إلى دمقراطة الحياة اليومية والسياسية. مصطفى تونسي رصد تالي. اللي مطروح في غردايا هي موضوع المواطنة. الدولة لم تستفيق بعد بأن الأمور تغيرت، لابد من دمقراطة الحياة اليومية ودمقراطة الحياة السياسية، لابد من الاستماع لكل الناس، ولابد من حوار دائم وشائم وشامل وغير منتهي، حتى يتمكن المواطنون كمواطنين في غردايا باش يعبروا على الرأي نتاعهم. هذا وفي سادس يوم من الحملة الانتخابية للرئاسية صعد المترشحون الستة من لهجتهم، حيث فتح المترشح علي فوزي ربعين من ولاية قسنطين النار على الإدارة والتي اتهمها بالتخندق في صف مترشح على حساب آخر. المزيد مع مبعوث تلفزيون النهار إلى قسنطين يزيد فطانية. انتقل المترشح علي فوزي ربعين إلى السرعة الرابعة في انتقاده لانحياز الإدارة لمترشح على حساب آخر. علي فوزي ربعين ومن مدينة الجسور المعلقة قسنطينة فتح النار على وزارة الداخلية التي فشلت حسبه في تنظيم رئاسيات الربيع القادم. الوزير الداخلية اللي قال البارح كل الظروف راهي متوفرة باش الحملة الانتخابية تندار في أحسن ظروف. زيادة على هذا الشيء الضغط اللي راهو على المواطنين وعلى المواطنات باش يروحوا يعمروا القاعات، هذه اللجنة القضائية راه يتسخن الكرسي، واش راه يدير؟ علي فوزي ربعين وصف خرجات بعض الوزراء المحسوبين على الرئيس المترشح بالتصرفات غير المسؤولة. ثانيا وزراء وزير الدولة ويحيى وزير دولة ثاني، وزراء في مناصب في حكومة جزائرية، هي حكومة كل الجزائريين والجزائريات، ما هيش حكومة تاع المترشح عبد العزيز بوتفليقة. ولهذا شكون راه يعفس على الدستور؟ إذا كان أدلة قاطعة ما كاش أدلة قاطعة أكثر من هذه. يبقى فوزي ربعين يبحث عن فضاء أرحب في حملته الانتخابية بعيدا عن كل ما أسماه تعسف وتهميش من طرف الإدارة، فهل سيبتسم الصندوق لوجه سياسي يستذكره الجزائريون مع كل استحقاق رئاسي؟ أما المترشح عبد العزيز بالعيد فقد رفع من المسيلة إلى التغيير الهادئ ودفع عن برنامجه الانتخابي الذي وصفه بالحامل لأمال وتطلعات الجزائريين في بناء دولة الحق والقانون. ومن ولاية قلمة أكد موسى تواتي المترشح للرئاسيات، أكد بأن برنامجه الانتخابي الذي قدمه على الجزائريين يعد بمثابة ورقة طريق لتكريس دولة الحق والقانون. شككت المترشحة لرئاسية 17 أفريل لويزا حنون خلال التجمع الشعبي الذي جمعها بأنصارها بولاية المسيلة في النوايا المبيتة للجزائر من خلال الزيارات التي سيقوم بها كل من أمير قطر ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، رافضة كل تدخل أجنبي بالبلاد. التفاصيل مع عادل زيدي. هذه الزيارة يعني في خضم الحملة الانتخابية غريبة جدا وتطرح تساؤلات، واش يحوسوا عندنا هادوما جايين اليوم؟ زعما يحبونا الخير؟ لو كان جات قطر تحب الخير لبلد ما، وعلاش مولت وسلحت الإرهاب في سوريا وفي مالي وفي ليبيا وفي كل بقاع المعمورة؟ هذا وأكدت زعيمة حزب العمال لويزا حنون باعتبار أنها لم تكن يوما في الحكم على عدم مسؤوليتها عن المأساة الوطنية وكذلك مشاكل الجزائر في مختلف القطاعات. أنا ما شاركتش في الحكم
ما نتحملش مسؤولية لا المأساة الوطنية ولا التصحيح الهيكلي، لا غلق المؤسسات، لا تشريد العمال، لا تهميش الشباب، لا تدمير الجامعة والشهادات الوطنية، ولا الفوضى في قطاع الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني. أنا ما عندي حتى مسؤولية في معاناة الشعب الجزائري. سجلت تصريحات بعض المترشحين للرئاسية تناقضات أثناء التجمعات الشعبية التي نشطوها في مختلف الولايات. المزيد مع إيمان فدوس. تميزت مؤخرا تصريحات المترشحين للرئاسيات 17 من أبريل المقبل أثناء حملتهم الانتخابية بجملة من التناقضات، حيث نجد زعيمة حزب العمال لويزا حنون تصف حصيلة المرشح الحر بوتفليقة بعنوان للفساد. أو ما زال في السلطة هو محاسب على أساس حصيلته. 2009 و2010 منقوص ومتناقض. وعلى النقيض من ذلك تعيد حنون بتحقيق انتصارات اقتصادية جديدة على غرار ما حققته الدولة الجزائرية في فترة حكم هذا الأخير. ونخلق مناصب شغل جديدة ومشاريع جديدة، وهذا يعني أننا نحافظ على المكاسب ونقويها. علي بن فليس المرشح الحر للرئاسيات المقبلة وفي التجمع الشعبي في ولاية البليدة انتقد حصيلة إنجازات الحكومة في 15 سنة، حيث قدم صورة سوداء عنها كما قال أنها فاشلة. والذنب موش ذنب، وذنب الدولة الغير المهتمة بشبابها باحتقارها لشبابها. ومن جهة أخرى نجد بن فليس يطمئن الشباب بضمان جميع الامتيازات التي حصلوا عليها في هذه الفترة على غرار لونساج ولكنك. هي إذن عينة لخرجات بعض المترشحين الذين تبنوا خطابات متناقضة لاستقطاب أصوات الناخبين. المناظرة السياسية فن ديمقراطي بدول الغربية، لكن بين المترشحين الستة لمنصب رئيس الجمهورية منعدمة وغائبة رغم شغف المواطن بها وولعه بمتابعتها، وكذا فتح السمعي البصري بالجزائر. فمن يتحمل مسؤولية غياب المناظرات بالجزائر؟ ياسين باباسيا. المناظرة السياسية قاعدة ديمقراطية موجودة في كل دول العالم، لكن هذا الفن السياسي يبقى منعدما بين مترشحي قصر المورادية، مفضلين بذلك الصالونات المغلقة وصفحات الجرائد دون أن يتجادلوا وجها لوجه بالحجة واليقين. يحدث هذا رغم فتح قطاع السمعي البصري. المناظرات السياسية مع الأسف الشديد في الجزائر منعدمة. لماذا؟ منعدمة أولا لأن في الغالب النظام في الجزائر متعود على حسم أموره في الدور الأول. ثانيا فاعتقادي أننا لا ننتظر أن تكون هناك مناظرات في القريب، وهذه مأساة. كيفاش راح يحكم أمة كاملة وهو ما عندوش مستوى جامعي اللي يخليه على الأقل يعني يكون مطلع، يكون في مستوى معين. المترشحة عن حزب العمال لويزا حنون أكدت استعدادها لمناظرة أي مترشح للرئاسيات، لكن طلبها لم يلقى آذانا صاغية. فهل هو خوف أم ضعف من سياستنا في الجزائر؟ إنسان إذا ما عندوش طبعا مستوى هذا يخليه يخاف أنه يواجه المواطنين ويطلب أصواتهم، لأنه راح يتعرى طبعا وراح يظهر بأن هذا الشخص ما عندوش مستوى وبالتالي لا يستطيع أن يتولى يعني مهام الرئاسة اللي هي مفروض تكون في مستوى عالي. غياب مناظرات سياسية على شاشتنا يدل على أن الديمقراطية ما زالت في بدايتها، والفعل السياسي ما زال لم ينضج بالشكل الكافي عند ساستنا. وتابعتم معنا برامج المتنافسون على الرئاسيات ينشطون 85 تجمعا خلال الأسبوع الأول. غياب المناظرة السياسية بين مترشحي الرئاسيات خوف من الفضائح أم غياب لثقافة الحوار؟ وتتابعون في الساعة الإخبارية برامج المترشحون الستة للرئاسيات 17 أبريل تفتقر لنقاط هامة تخص فئة الأطفال، وشباب الجنوب يفضلون النظر في البرامج لا في الأشخاص.
اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية لم تسجل أي بلاغات رسمية من قبل المترشحين الستة منذ بداية الحملة الانتخابية. يحتاج تنظيم وضبط السير الحصل للحملات الانتخابية تكاثف الجهود لضمان نجاحها، بالإضافة إلى عمل مدير الحملة على تنسيق الجيد بين الأطراف الفاعلة فيها. تفاصيل أوفى عن عمل مدراء الحملة الانتخابية مع أحمد محمودي. العمل من أجل خوض حملة انتخابية ناجحة يتطلب إعدادا مبكرا وتفكيرا منظما وشاقا، كل هذا يلقى على كاهل مدير الحملة الانتخابية بالدرجة الأولى. مدير الحملة هو يعني تقريبا العمود الفقري في أي انتخابات، يعني الأعمال اللي نقوم بها يعني هي الاتصالات، خاصة الاتصالات يعني مع المكاتب الولائية وتوزيع الملصقات الإشهارية كذلك، وتمثيل الحزب في بعض مثلا الحصص الإذاعية والتلفزيونية. يعني عمل كبير، يعني عمل تقريبا شاق يوميا لا ينتهي. العمل لساعات متأخرة ليس بالشيء الغريب لهؤلاء الرجال. يعني أنا شخصيا كمدير حملة للسيد المترشح موسى تويتي، أنني لن أخرج من المداومة، في بعض الأحيان أخرج على الساعة 11 ليلا، بعض المرات 10 ليلا، وصباحا أكون هنا على الساعة 7:30. يعني إذا حبينا نقعد في المداومة حتى يعني 24 ساعة العمل موجود. حياة أسرية شبه معدومة خلال الحملة والأيام السابقة لها، وتفهم عائلي يعتبر بالنسبة لهم جرعة من التشجيع. العائلة في الحقيقة هذه 20 يوم تقريبا لم أرى يعني العائلة، ولكن ربما سوف نخصص لهم نصف يوم الجمعة إن شاء الله سوف أزور عائلتي. لا معليش، هم متفاهمين بأننا نحن مناضلين، ونناضل من أجل الشعب الجزائري ومن أجل هذه الجزائر، ولازم هما مثلا ينظموا معايا. نشاط الحملات الانتخابية والتجمعات الشعبية للمترشحين دائما ما تكون متبوعة برجال يسهرون على حسن سيرها في الخفاء ويعملون في الكواليس، يكون همزة وصلهم مدير الحملة. تساؤلات عديدة تطرح حول تسيير الحملات الانتخابية والنفقات المخصصة لها في مناخ انتخابي تتناقض فيه تصريحات المترشحين حول حجم وآلية الاعتمادات المالية المخصصة، وكذلك مدى مطابقتها لحجم النفقات. المزيد من التفاصيل مع ابتسام شهراوي. غموض كبير يكتنف عملية تدعيم المترشحين للرئاسيات حول مصادر الدعم المالي الذي يمولون به حملتهم الانتخابية، فالمواطن أمام أسئلة كبيرة في ظل تضارب المعطيات بين المترشحين أنفسهم، في حين أن المادة 205 من قانون الانتخابات حددت آليات صرف المنحة المحددة من الدولة لدعم المترشحين. المادة دي تكلم على السقف اللي ممكن يصرفه المترشح، حتى ما يكونش هناك واحد يصرف كثير لأنه عنده أموال ويكون هناك عدم مساواة يعني. ولذلك القانون حدد سقف، كما حدد رئيس الجمهورية حدد يعني الاستحقاقات الانتخابية الأخرى. معناه يقول القانون أصرفوا على الحملة نتاعكم، ولكن ما لازم تتجاوزوا 6 ملاير. غير أن مراقبة صرف هذه الاعتمادات المالية بحاجة إلى وضوح في آليات متابعتها وكيفية تعويضها، حتى لا يطغى طرف على طرف آخر، لأنه كاين اللي عنده أموال ويقدر يصرف كثير وبالتالي غرق الحملة الانتخابية ويصبح يعني هناك يعني تباين صارخ. الدولة تعوض بعد ما تنتهي الانتخابات، تعوض للناس اللي جابوا نسبة محددة حددها القانون الانتخابات. إنسان اللي يلحق للنسبة هذيك فما فوق يعوض القانون. لتبقى وسائل الدعم المالي ومصادره محل انتقادات كبيرة، خاصة وأن كثير من الدعم المالي خارج هذه المادة منابعه مجهولة تحتاج إلى مراجعة قانونية صارمة. تقرب تلفزيون النهار من شباب الجنوب وبالضبط شباب ولاية أضرار لمعرفة موقفهم من الرئاسيات المقبلة. شباب الجنوب يرون بأن البرنامج وما يقدمه والمترشح يبقى الأولى بالنسبة إليهم مقارنة بهوية المترشح. هشام شريف بعث بالتالي. مع بداية الحملة الانتخابية ينتظر سكان الجنوب الكثير من برامج المرشحين للخمس سنوات القادمة بعد فقدانهم الثقة في رجال السياسة
أصبحوا اليوم أكثر وعياً لدرجة مطالبتهم بالبرامج قبل التصويت. إحنا نؤمنوا بالبرنامج أولاً وقبل كل شيء، نؤمنوا بالبرنامج اللي جينا به المترشح. مهما يكون المترشح لازم نديروا دراسة البرنامج نتاعو، ثم نديروا تصفيت حسابات. ما نؤمنوش إحنا بالأشخاص وبعض الناس هادو اللي زعما تقدر تطيع علينا من كل جهة. لازم الانسان كيعطينا البرنامج نتاعو نديروا له دراسه يتسمى نواجبوا به المجتمع نتاعنا. التهميش والاقصاء كلمات ترددت كثيرا على افواه شباب الجنوب، الا انهم لا يزالون متشبثين بالامل في غد افضل. والله الرئاسيات هذو ان شاء الله راني نشوف فيها ان شاء الله يكون فيها تغيير. بالنسبه للبرامج اللي وعدونا فيها زعما لقينا البرامج مش وعود تامه، وان شاء الله مع هاد الحملات الانتخابيه وعلى حساب كل مترشح ان شاء الله يوفونا غير بالبرامج ان شاء الله اللي راهم موعدينا وخلاص. ويراهن العديد من المترشحين على ورقه الجنوب لتعبئه اكبر عدد من المصوتين على برامجهم في 17 افريل القادم. بشرت إذن مختلف البلديات التحضيرات الأولية ليوم الانتخابات الرئاسية، فالجميع متأهب لهذا الموعد الاستحقاقي والذي لم يعد يفصلنا عنها سوى 22 يوما. ورقة في الموضوع مع ابتسام بوسلامة. أيام معدودة تفصلنا عن موعد الانتخابات الرئاسية لتباشر البلديات بالاستعداد لهذا اليوم الكبير الذي سيتوجه فيه المواطنون لصناديق الاقتراع. هذه الأخيرة التي يبدو أن شكلها تغير مقارنة بالسنوات الفارطة لتصبح شفافة اللون ذو قفلين مصنوعة من الزجاج حتى تضمن الشفافية. فيما يخص التأطير، جميع المؤطرين يعني عيناهم إلى آخره، ما كحتى مشكل. فيما يخص صناديق التصويت، قلت لكم عندنا 99 راهي جاهزه مملوءه يعني بجميع لي بيتي فورنيتور دو بيرو لي ريدو تاع لي زيزولوار هذوك تاع لي لامب اليدويه، جميع الوسائل المستلزمات الاخرى كيما لي كاشي هذوك افوتي بار بروكوراسيون الى اخره. عند الانتهاء من التصويت يقوم اعضاء البلديه بتفريغ الصناديق وفرز الاظرفه، وبعد جمع النتائج توضع اوراق التصويت داخل كيس ازرق اللون مصنوع من القماش ليتم تشميعه وإعادته مرة أخرى إلى صندوق اقتراع محكم الغلق والذي يكون هو الآخر مشمعا. خلاص بعد ما الدرني فوتون الاخر بعد انتهاء العمليه، اعضاء مكتب التصويت يقوموا بفتح فتح الليرن هذاك الصندوق تاع التصويت صندوق الاقتراع، وامام يعني الغاشي يعني العمليه شفافه لي بيلتا اكسبريمي هذوك لي وبعد نضعهم داخل الساك، كاين ان ساك سبيسيال نحطوهم الداخل وبعد نديروهم داخل الصندوق تاع التصويت ونشمعوه. 22 يوما تفصلنا عن موعد الانتخابات الرئاسية، سيقول فيها هذا الصندوق الفارغ كلمته الأخيرة ويكشف عن الرئيس الجديد. يعمد المترشحون الست لرئاسيات الاختيار ولايات مميزة لحملاتهم الانتخابية طبقا لاعتبارات معينة، وتلعب ولاية مسقط رأسي كل مترشح دورا هاما في إثبات شعبيته وشحذ همم أبناء منطقتهم لضمان أكبر عدد ممكن من الأصوات. تقرير رضيا بن هباج. لقد اختار كل مترشح ولاية معينة لإطلاق حملته الانتخابية، اختيار لم يكن بشكل عشوائي وإنما لدلالات واعتبارات عديدة، لكن الملاحظ أن انطلاقتهم لم تكن من مسقط رأسهم. المترشح لويزا حنون التي اختارت ولاية عنابة لإطلاق حملتها الانتخابية لم تكن تنحدر منها، إلا أنها فضلتها على ولاية جيجل لما لها من خصوصية على الصعيد الشخصي، حيث شهدت المنطقة أهم المحطات في مشوارها ونضالها السياسي. المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة برمج ولاية تلمسان خلال الأسبوع الأول للحملة الانتخابية أي في 26 من مارس الفارط، أين حظي ممثلي الرئيس المترشح لعهدة رابعة باستقبال خاص من قبل سكان المنطقة. موسى تواتي أراد أن تكون ولاية المدية مسقط رأسه في خاتمة زيارات الحملة الانتخابية والمرتقبة في 7 أفريل القادم.
نفس الأمر نجده لدى كل من علي بن فليس وعبد العزيز بلعيد اللذان برمجا زيارة ولاية باتنا في 14 أفريل القادم على التوالي. من المترشحين أيضا من لم يحدد بعد موعدا لزيارة مسقط رأسه كرئيس حزب عهد 54 والذي ينحدر من منطقة القبائل. زيارات المترشحين إلى مسقط رأسهم مناسبة للتأكيد على شعبيتهم وشحذ همم أبناء منطقتهم للانتخاب لصالحهم. ونبقى دائما في ملف رئاسيات. أهم ما ميز برامج المترشحين هو الغياب التام لبرامج خاصة بفئة الأطفال، وهو الأمر الذي استنكره عدد من الأطفال والذين طلبوا بالاهتمام والعناية الكاملة بهم لتهيئتهم مستقبلا. التفاصيل مع منال المجرب وليليا داود. السكن، التوظيف، المرأة، الخدمة الوطنية وغيرها من النقاط التي وضعها المترشحون لرئاسيات 17 أفريل نصب أعينهم، ولكن يبدو أن الطفل لم تكن له حصة من هذه البرامج. احنا في الانتخابات شفنا بلي المترشحين داروا غير برامج للكبار وما داروش داروا غير برامج مخصصة للكبار، ما داروش برامج للصغار. جامي سمعناهم هدروا قالوا نديروا للدراري، نسقموا لهم نديروا لهم مناطق مساحات خضراء باش يخدموا باش يقراوا ولا يزيدوا يديروا لنا مسايد. مترشحين في هذا العام يخموا دوكا غير في المشاريع الكبرى، صح ما يخموش في الفئه الصغيره. حنا انا حابين دوك يديروا لنا مؤسسات، مراكز للدراسه. وبالرغم من ان الاطفال تفكيرهم محدود، ولكن يبدو انهم على اطلاع بالاخبار السياسيه، وهناك من يتحدث بلغه الكبار. حنا نحوسوا باش يديروا لنا بلايص نلعبوا فيهم وما فيها حتى اذى يعرضنا الخاطر، ولا كان يشوفوا فينا هكا ويديروا لنا حاجه مليحه باش لي نستفادوا حنا من هاد الدراري. مترشحين يهضروا دائما على المواضيع الكبار برك، ما وحنا الفئه الصغرى ما يديروناش كاع اهميه. اسكو حنا نكزيستيو في هاد البلاد الجزائر ولا لا؟ مرافق ترفيهيه ومؤسسات ثقافيه وكذا توفير اليات جديده للامن والتخفيف من حالات الاختطاف، هو كل ما يأمل فيه هؤلاء الصغار. فيا ترى هل ستلاقي هذه الأمال آذانا صاغية؟ تعرف الحملة الانتخابية تغطية مسبقة أو سابقة من نوعها، خاصة مع دخول القنوات الخاصة حيز الخدمة، والتي بدورها وفرت الوقت الكافي والتغطية الشاملة لكل مجريات الحملة من خطابات ولقاءات خاصة أو خاصة محطمة بذلك احتكار القناة العمومية في الحملات السابقة. المزيد في تقرير محمد شوقي علاك. بث مقنن بثلاثة دقائق عبر القنوات العمومية، تلك هي حصة الأسد لكل مترشح لرئاسيات من حملته الانتخابية، منبر من خلاله يتم توصيل الرسالة للرأي العام والترويج على البرامج، إلا أن لكل مترشح كان له حكم على كيفية استغلال هذه الوسيلة. التلفزيون الجزائري عنده الإمكانيات باش ينجم يبعثها مباشرة، ما نفهمش على شيء يوخروها حتى نشرة الليل. نشرة الليل قل الناس يشوفوها، الناس يشوفوا أولا نشرة 8. التلفزة الجزائرية كل قنوات انتحى تقدم الأخبار على أساس أن العملية متواصلة وأن ما فيش انتخابات، كاين الرئيس المترشح والذي يحتل هذه المساحة من الإعلام. دخول القنوات الخاصة لمنافسة أعلام الدولة من خلال التغطية الإعلامية الفورية للحملات ومن داخل المداومات بتمثيل متعادل للقوى السياسية وبتخصيص حيز زمني أكبر، لقى استحسان المترشحين رغم بعض الانتقادات. القنوات الخاصة أعتقد بأن الاجتهادات اللي راهي قيمة بغض النظر عن العاطفة أو الانتماء الأصلي أو اللي يعد بتغطية ذكية، أعتقد بأنها تحسن في هذا الأداء في هذه الخدمة، لأن الآن نحن نبحث على صناعة القاضي الأول في البلاد. ربما أن صاحب هذه القناة عنده أهداف معينة يدافع عليها، ويدافع عليها بدرجات أولى، وهنا ما نلوموش يعني. متغيرات جديدة دخلت العراق السياسي لها عين على الحدث ودور الرقيب، من شأنها القضاء على فترة الصمت الانتخابي والتحيز للقوى الحاكمة والخلط بين الرأي والخبر.
هذا ولما تسجل اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية أي بلاغات رسمية من قبل ممثلي المترشحين ست إزاء تغطية القنوات التلفزيونية الخاصة للحملات الانتخابية عدا بعض التحفظات. منى ملك. نعم تلقينا بعض أنه ممكن بعض المديريات يعني تشتكي أنه فيه بعض التفاوت يعني، وتقول أنه ممكن التركيز يعني موجود على أحد المترشحين وإعادة نشاطاته ونشاطات مسانديه ونشاطات يعني مفوضيه للقيام بالحملة الانتخابية دون ما إعطاء يعني نفس الأهمية لبقية المترشحين، وخاصة للمعارضة الحقيقية. أن رانا واش رانا نشوفوا؟ رانا نشوفوا القنوات الخاصة، بعض القنوات الخاصة تحترم القانون والقناة العامة العمومية لا تحترم القانون، وهذا نظن الآن كاين هناك طعون في القناة على القناة العمومية أو على التلفزة أو على التلفزة أو على اليتيمة، ولكن على بالنسبة إلى القنوات الأخرى ما كاش هناك طعون. ويبدو بأن مهنيي قطاع السمع البصري بالجزائر سيتنافسون أخيرا الصعداء عقب صدور قانون السمع البصري في الجريدة الرسمية، قانون وإن أثار حفيظة البعض فإنه خطوة نحو فتح فضاء لطالما ظل محتكرا. مولود جودي والتفاصيل. أنهت الحكومة أخيرا الجدل الذي أثير حول القانون الخاص بالنشاط السمعي البصري بعد صدوره في الجريدة الرسمية في عددها 16 والمؤرخ في 23 مارس 2014، ويحتوي القانون على 113 مادة لتنظيم قطاع السمع البصري في الجزائر. وفيما يلي أهم ما جاء في نص القانون: المادة الثانية: يمارس النشاط والسمعي البصري بكل حرية في ظل احترام المبادئ المنصوص عليها في القانون العضوي. أما المادة الرابعة فتتكون خدمات الاتصال والسمعي البصري التابعة للقطاع العمومي من قنوات عامة وقنوات موضوعاتية. المادة الخامسة: تتشكل خدمات الاتصال السمعي البصري من القنوات الموضوعاتية التابعة للقطاع العمومي أو أشخاص معنويين يخضعون للقانون الجزائري ويتمتعون بالجنسية الجزائرية. المادة الثامنة عشر: يمكن خدمات الاتصال السمعي البصري أن تدرج حصصا وبرامج إخبارية وفق حجم يحدد في رخصة الاستغلال. المادة 27 فحددت مدة الرخصة المسلمة ب 12 سنة لاستغلال خدمة بث تلفزيوني وست سنوات لاستغلال خدمة البث الإذاعي. أما المادة 48 فيتضمن دفتر الشروط العام ما يسمح باحترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين واحترام المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد. أما المادة 102 فيتم سحب الرخصة في الحالات الآتية: عندما يتنازل الشخص المعنوي المرخص له بإنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري عن الرخصة إلى شخص آخر، أو عندما تفوق نسبة مساهمته 40%، أو عندما يحكم عليه بعقوبة مشينة أو مخلة بالشرف، أو عندما توقف عن النشاط، أو في حالة توقف عن النشاط، أو إفلاس أو تصفية قضائية. يتضمن مشروع القانون المتعلق بمستندات ووثائق السفر والذي قامت الحكومة مؤخرا بدراسته والمصادقة عليها، يتضمن أحكاما جديدة من شأنها ترقية الخدمة العمومية وتخفيف إجراءات منح جوازات السفر. التفاصيل مع نصر الدين خليفية. نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 16 الصادر في 23 مارس الجاري نص القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر بعد أن صادق عليه البرلمان بغرفتيه في أواخر شهر جانفي الماضي. ويحتوي القانون المتضمن وثائق وسندات السفر 22 مادة تنص في مجملها على شروط وكيفيات إعداد وتسليم وتجديد سندات وثائق السفر. وتعرف المادة 6 من القانون جواز السفر على أنه سند سفر فردي يمنح بدون شرط السن لكل مواطن ما لم يكن محكوما عليه نهائيا في جناية ولم يرد اعتباره. وتنص نفس المادة على أن جواز السفر يثبت هوية وجنسية حامله ويسمح له بمغادرة التراب الوطني أو العودة إليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وحدد القانون صلاحية جواز السفر بعشرة سنوات وبخمس سنوات بالنسبة للقُصّر الذين يقل سنهم عن 19 سنة.
وتضمن النص أحكاما جزائية في المادة 17 التي تنص على أن كل شخص يزور أو يقلد أو يحرض على أي تحريف أو يتلف عمدا سندا أو وثيقة سفر أو يستعمل عمدا سندا أو وثيقة سفر مزورة أو مقلدة أو محرفة يتعرض إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. وتضيف المادة المذكورة سلفا أنه في حالة ما إذا مست الأفعال المذكورة أعلاها البيانات المخزنة في النظام البيومتري الإلكتروني فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. وحسب المادة 20 من القانون فإنه سيحدد تاريخ سحب جواز السفر غير البيومتري الإلكتروني قيد التداول عن طريق التنظيم. ويأتي هذا الإجراء كخطوة لتخفيف معاناة المواطن الجزائري في التنقل إلى خارج الوطن في محاولة لتقليص دائرة البيروقراطية في الإدارة الجزائرية. تابعتم في ساعة الإخبارية قبل قليل. برامج والمترشحون الست لرئاسية 17 أفريل تفتقر لنقاط هامة تخص فئة الأطفال وشباب الجنوب، يفضلون النظر في البرامج لا في الأشخاص. اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية لم تسجل أي إخطارات رسمية من قبل المترشحين الستة منذ بداية الحملة. وفي ساعتنا الإخبارية المتواصلة تتابعون حوت ضخم يخرج إلى شاطئ أزفون بتيزي وزو. المفوضية الأوروبية تتهم المغرب باخترق قوانين احترام حقوق الإنسان وتدعوه للعناية بالمهاجرين. حلت يوم أول أمس قافلة وطنية مثلت فيها كل ولايات الوطن نظمتها الودادية الجزائرية لإصلاح ذات البين بين متساكني غردايا. المبادرة اتسمت بمشاركة العنصر النسوي في مثل هذه القوافل التي تبين مدى تمسك الشعب الجزائري مع بعضه والتنديد بما حدث في مدينة غردايا. هي قافلة الصلح بين الإخوة في غردايا، وهذا نظرا لما شاهدناه لأن كلتا الطرفين هما خوتنا. كان ترحيب من طرف المواطنين، زرنا بعض المواقع وبعض الأحياء في غردايا، صبنا تجاوب، ماشيين للصلح وباغيين الصلح، ورحنا نستناو إن شاء الله النتائج لأن المكتب الوطني مجتمع مع الأعيان. ان شاء الله ربي يدير الخير ويكون التوفيق ان شاء الله. هي الفكره هذه اللي جات لي باش ندخلوا لداخل ديارهم ونكفوا معاهم ونتحسوا معاهم ونحيوا عليهم شويه تاع الغبينه، خاطر كي تجي 47 ولايه تطبطب عليهم وتساندهم تجيهم شويه يعني شويه قلوبهم يحنوا ماشي يقولوا ينساو مي يتخفف عليهم شويه الالم. هذا وكشف والي ولاية غردايا محمود جمع على أن الحكومة قد قدمت إعانة مالية تقدر ب 70 مليون سنتيم لضحايا الأحداث الأخيرة والتي عاشتها المنطقة. تفاصيل مع عاصم بخاري. لحد الآن الإعانة المالية اللي قدمتها الحكومة هي 70 مليون سنتيم لصالح التجار، وفيما يخص السكنات في إعانة لما تكون الأضرار الخفيفة كان في إعانة 30 مليون، ولما تكون الأضرار كبيرة تكون حتى 70 مليون، وتكون فيها أيضا مساهمة إضافية من طرف وزارة التضامن. جسد الشيخ محمد بن سعد بورقبة الذي يناهز 102 عاما أروع الأمثلة في المواطنة وحب الوطن، فقد زاره تلفزيون النهار ليجده نشطا وحيويا خاصة عند حديثه لنا عن الجزائر وعن أداء الواجب الوطني مهما كانت الظروف. تقرير ديار بن داود. هو الشيخ محمد بن سعد بورقبة الذي تعدى عمره السنتين فوق 100، فهو مواطن جزائري زرناه بمسكنه بمدينة تيارت وكانت لنا معه بعض اللحظات تحدث لنا فيها عن الوطن وواجب الانتخاب. اللي هو تشوفوا فيه الخير ماذا بكم هبطوا عليه وما تقولوش ما هبطوش، وهدوا هذو اللي هم اللي يقولوا ما هبطوش وقولوا يودي عينه الشيطان يا ما نبقوش مهمولين، لابد الغلم كأنها راعي. الشيخ محمد الذي حفظ القرآن وسنه لا يتعدى 13 سنة يتذكر مراحلا
من عمره، منها مشاركته في الحرب العالمية الثانية ولقاؤه برجال الدين وكبار المسؤولين، كما اختير لتصحيح إحدى نسخ القرآن وتعليمه من طرف وزارة الشؤون الدينية. كل شيء يرتبع على الإيمان. لو كان تروح تقيسن مع لوجهك وما تنويش ما تنويش ما تنويش النية، كانش عندك وضوء؟ ما عندكش. هل بدا انتخب؟ هل بدا قلت لكم ما كانش انتخاب اللي منك ده، ما كانش. بالرغم اللي راني مريض وراني كبير في السن، راني وعندي فوط، راني نروح نفوطي كما وجه. هي حقب زمنية عبرها الشيخ محمد كان يلازمه فيها حبه للجزائر، فالشيخ لم يضيع فرصة انتخابية واحدة طوال عمره، وهو يضرب موعدا في 17 أبريل القادم أن يكون حاضرا ويشارك وهو يتعدى سنه 100 عام كمواطن ناخب لاختيار الرجل المناسب. ستحمل زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى الجزائر في طياتها العديد من الملفات والتي سيتم التطرق إليها، ومن أهمها الملف الاقتصادي، خاصة وأن العلاقات التجارية الأمريكية الجزائرية ستشهد انتعاشا ملحوظا، حيث من المرتقب استقبال الولايات المتحدة الأمريكية كضيف شرف في معرض الجزائر الدولي في نهاية مايو القادم. التفاصيل مع الياقوت غرداوية. تعزيز التعاون الاقتصادي وإعطاء نفس جديد للعلاقة الاقتصادية الجزائرية الأمريكية من بين الملفات التي سيتم طرحها خلال الزيارة المرتقبة لكاتب الدولة للشؤون الخارجية الأمريكية جون كيري للجزائر، وبالأخص في قطاع المحروقات. لذا يأمل الاقتصاديون الجزائريون وكذا نظرائهم الأمريكيون في تقديم دفع جديد لهذه العلاقات باتفاقيات جديدة. مطلوب احنا في غرفة تجارية في الجزائر نحاول كيف ندعم العلاقات الجزائرية الأمريكية في المجالات غير يعني غير النفط. العلاقات التجارية في بين أمريكا والجزائر كانت في الماضي متخصصة إلا في المحروقات يعني البترول والغاز، لكن في السنوات القليلة الماضية تطورت في مجالات أخرى. الأمر الإيجابي والذي استحسنته الغرفة التجارية الأمريكية بالجزائر هو استقبال الولايات المتحدة الأمريكية في صالون الجزائر الدولي المزمع تنظيمه في نهاية مايو المقبل كضيف شرف بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة. في هذا المعرض اللي راح يجيب من 29 مايو إلى 2 جوان، وإحنا الغرفة التجارية الأمريكية بالجزائر بإعانة من السفارة الأمريكية واليو اس ألجيريا بزنس كونسل يعني فيه بواشنطن، احنا اللي رانا يعني نساهموا في باش نوجدوا هذا المعرض، وراح تكون تقريبا 100 شركة أمريكية او لها علاقة مع أمريكا، لان في المعرض ما راحش تكون الا الشركات الأمريكية، ولكن يكون فيها الشركة الجزائرية اللي تشتغل مع أمريكا اللي عندها علاقات تجارية مع أمريكا. زيارة مسؤول أمريكي بحجم جون كيري لا تحدث كثيرا، فإن طغت عليها ملفات الأمن والسياسة والتعاون الاستراتيجي، إلا أن الملف الاقتصادي يبقى من بين الأطروحات الأهم لتوثيق العلاقات بين الجزائر وأكبر دولة في العالم. دوليا، وفي حادثة ينتظر أن تعيد العلاقات المغربية الفرنسية إلى نقطة الصفر، أخضعت السلطات الفرنسية في مطار شارل ديغول صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي لإجراءات تفتيش وصفت بالمهينة، حيث أجبر الوزير دون باقي ركاب في محطة عبور حيث كان قادما من هولندا إلى الدار البيضاء على نزع معطفه وحزامه وجواربه بما يتنافى والأعراف الدبلوماسية حسب تسريبات مغربية. دعت المفوضية الأوروبية المغرب إلى تحسين برنامج الإصلاحات السياسية المتضمنة في الدستور الجديد، من بينها احترام حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين. كما أكدت المفوضية الأوروبية بأنه تم تسجيل استعمال القوة المفرطة من طرف قوات البوليس في المظاهرات السلمية، لا سيما تجاه الحركات الاجتماعية وبعض جمعيات حقوق الإنسان. وأضاف التقرير
أنه بالرغم من التعهد بإصلاح قانون الصحافة منذ عدة أشهر إلا أنه لم يستكمل بعد، مضيفا بأن هذا الوضع يسجل في ظرف يتميز بفساد كبير بالمغرب. كما لاحظت المفوضية الأوروبية بأن المدنيين تتم محاكمتهم من طرف المحاكم العسكرية، وهو أمر مخالف للقوانين الدولية. للإشارة، كانت تنسيقية وثائق للجميع المكونة من عدة جمعيات للدفاع عن المهاجرين وحقوق المهاجرين المنتمين لإفريقيا جنوب الصحراء قد نظمت يوم 21 مارس الماضي المصادف لليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري حملة وطنية للتنديد بسياسة المغرب تجاه المهاجرين ومكافحة العنصرية تحت عنوان اسمي ليس هو زنجي. وكانت عدة منظمات دولية قد نددت بسياسة المغرب تجاه حقوق الإنسان وحرية التعبير، ولاحظت بأن أقوال مسؤولي المخزن لا تتوافق وأفعالهم ميدانيا. إذن مشاهدينا نعتذر، حيث تابعتم هذا الموضوع الذي دعت فيها المفوضية الأوروبية المغرب إلى إصلاح العدالة واحترام حقوق الإنسان وكذلك المهاجرين في إطار خطة عمل سياسة الجوار الأوروبية والمبرمجة للفترة 2013-2017، حيث دعت إلى تحسين برنامج الإصلاحات السياسية والمتضمنة في الدستور الجديد وتنفيذها. في الشان الفلسطيني، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية خلال حديث لمراسلنا في قطاع غزة من تفاقم الأزمة الصحية في القطاع نتيجة الحصار المفروض على غزة، خاصة نقص 30% من الأدوية المقدمة للمرضى وحرمانهم من السفر للعلاج في المستشفيات الخارجية. شعيب يوسف بعث بالتالي. الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة بالإضافة إلى إغلاق معبر رفح البري للشهر التاسع على التوالي حرم مرضى قطاع غزة من 30% من الأدوية و50% من المستهلكات الطبية، بالإضافة إلى أنه حرم ما يزيد عن 550 مريض من الوصول إلى المستشفيات التخصصية في جمهورية مصر العربية وفي الداخل الفلسطيني المحتل، وخاصة في ما يتعلق بمرضى أمراض الدم والسرطان. كما يعاني الفلسطينيون من انقطاع الكهرباء ونقص فادح في الوقود والذي يتسبب في انقطاعات الأجهزة الطبية. الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة بالإضافة إلى إغلاق معبر رفح البري للشهر التاسع على التوالي حرم مرضى قطاع غزة من 30% من الأدوية و50% من المستهلكات الطبية، بالإضافة إلى أنه حرم ما يزيد عن 550 مريض من الوصول إلى المستشفيات التخصصية في جمهورية مصر العربية وفي الداخل الفلسطيني المحتل، وخاصة في ما يتعلق بمرضى أمراض الدم والسرطان. قامت الإدارة الوطنية للملاحة الفضائية والفضاء المعروفة باسم وكالة النهضة قامت باكتشاف أبعد كوكب حتى الآن في نظامنا الشمسي. المزيد مع أمير العموري. 2012 VP113 هو الاسم الأولي الذي أطلقه العلماء على الكوكب المكتشف حديثا في نظامنا الشمسي الذي يبعد ب80 وحدة فلكية عن الشمس بما يعادل 12 مليار كيلومتر، في حين اعتقد في السابق أن تلك المنطقة خالية تماما من الكواكب. 450 كيلومتر هو قطر الكوكب الذي يمتاز بلونه الوردي ويقع بالتحديد بين حزام كويبر وسحابة أورت في حدود نظامنا الشمسي، حيث يعتبر مشابها للكويكب سيدنا الذي اكتشف في عام 2003. استخدم الباحثون التلسكوب فيكتور أم بلانكو المعروف أيضا باسم التلسكوب أم الواقع مقره بدولة الشيلي، وبعد شهر من المراقبة لاحظوا شيئا في حدود النظام الشمسي يسير بسرعة بطيئة جدا مما ألفت انتباههم وأدى إلى اكتشاف الكوكب الوردي. وينتظر من العلماء أن يكتشفوا المزيد من هذه الكواكب البعيدة ويبرهنوا أنها تسير في نفس المدار ليؤكدوا فرضية وجود كوكب عملاق في حدود سحابة أورت تدور حوله هذه الكويكبات. وبالعودة إلى الوطن، حيث أسدل الستار نهاية الأسبوع الماضي على طبعة 16 لدورة راديو زربيع فوتة بشبه المركب الجواري رقيق عبد القادر بوهران، والتي حج إليها جمهور غفير، حيث تم تكريم عائلة ضحايا تحطم الطائرة العسكرية بأم البواقي. كما خصصت هذه الجمعية تكريما شرفيا لوالدي الضحية شيماء بلقيس تركية.
على وقع الفرجة والتضامن الإنساني أسدل الستار نهاية الأسبوع المنقضي على الطبعة 16 لدورة راديوز ربيع فوت بالشبه مركب الجواري بوهران، أين تواجدت السلطات المحلية للولاية، حيث توج بلقب الدورة الربيعية فرق حي قنبيطة وهران، القبة، الحراش وباتنا، كما كرم المدرب خالف محي الدين كأحسن مدرب في تاريخ كرة القدم الجزائرية. جمعية راديوز باللاعبين القدامى إن شاء الله تتذكر كاع اللي خدموا الوطن، نتفكروا هذا الرجال. على كل حال أولاد نشكروا الله راديوز اللي عطتنا الفرصة باش نكونوا حاضرين هنا مع الشباب مع كل هنا في وهران. كان حضور عائلة ضحايا تحطم الطائرة العسكرية الحدث البارز، حيث خصص منظمو الدورة تكريما لضحايا الحادث، كما شرفت جمعية راديوز والدي الضحية شيماء تكريما أسطوريا، وهو ما اعتبرته العائلة دعما خفف من حجم الفاجعة. عرضونا جماعة وجو لنا وشقوا لنا وربي خلصهم، ونشكركم على الاستضافة هذه. اللي مات ويد أختي ربي يرحمهم، والله يلحقنا بهم مسلمين، وانتم يخلف عليكم درتوا هذا الحفل. نقول للناس اللي غروا اللي داروا العرس هذه ان شاء الله ما تكررش في بلادنا، باسكو بلاد الاحسن بلاد، وهذا ما يكون، ما نظنش لهم الجزائريين حقين، يعني الجزائريين حقين ما يدروش العرس كما هذه، وربي يجازي كل انسان ان شاء الله، وان شاء الله راهو في المحكمه. تبقى خرجات جمعية راديوز الإنسانية والتضامنية من أبرز السمات التي استحسنها الحضور. قامت أو بمناسبة اليوم العالمي للمسرح المصادف ل 27 مارس من كل عام، تم تكريم عمالقة الفن المسرحية مثل سيد علي كويرات ونورية وغيرهم من الممثلين الذين اقتحموا عالم الفن تقديرا وعرفانا لما قدموه للمسرح الجزائرية. المزيد في سياق تقرير عمر برقطة. في أجواء احتفالية فنية عائلية بامتياز، تم تكريم عمالقة الفن الرابع بالمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي سهرة أمس بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، أمثال الممثلة القديرة نورية ووهيبة زكال وغيرهم ممن اقتحم خشبة المسرح الجزائري. راني فرحانة لرغم يكرمونا احنا القدم. اليوم كعائلة للمحبة والمودة بيناتنا باش يكون لهذا التكريم وشرف لنا في عمر متقدم اللي رانا فيه. راني فرحان بزاف بزاف بزاف، لان عمري ولا استخيلت انا نتكرم مع العمالقه تاع المسرح. وبذات المناسبه اعرب بعض الممثلين والفنانين عن حبهم للجزائر ومساندتهم للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقه حفاظا على الامن والاستقرار بالبلاد. هضر عليا انا، لان انا علاش نقول لك على ما عبد العزيز بوتفليقه، لان صح البلاد كانت راح الله ديريف، جاب لنا السلم، جاب لنا عدة حاجات. وان شاء الله تزيد تستقر. احنا واش رانا نطلبوا برك غير الاستقرار تاع البلاد، احنا نحبوا بلادنا. اذا ويبقى المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي شعاعا للثقافة والمسرح ونقطة تواصل بين جيل الامس وجيل اليوم خلال اليوم العالمي للمسرح، من خلاله تم تكريم وجوه فنية قديرة امثال سيد علي كويرات ونورية وغيرها. من قاعة محي الدين بشطارزي، عمر بن ركطة، تلفزيون النهار. نختم هذه الساعة الإخبارية، حيث تم انتشال ليلة أمس إلى صبيحة اليوم الجمعة حوت من نوع كشالو من عائلة الحوت الأزرق بلان، وانتهى به المطاف إلى ساحل منطقة أمذان غرب مدينة أزفون في شمال شرق ولاية تيزي وزو. هذا الحوت الذي يقارب طوله 10 أمتار ويزن حوالي 5 أطنان دخل حوض البحر الأبيض المتوسط عبر مضيق جبل طارق، وانتهى به كما قلت المطاف على الشواطئ أزفون. له محمد من طرف مصالح البحرية بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية إلى ميناء أزفون، حيث تحول إلى مزار للعديد من المواطنين الذين كانوا بعين المكان. الزميل حسن زيزي تنقل إلى عين المكان وعاد بتالي. بالان شوات في البحر ودخلت هنا في لاكوت أزفون واحد البلاصة اسمها أومادن، وعيطونا صباح لمارين رحنا باش نجيبوها وربطناها وانا رموركيناها لهنايا، دوك نستناو يجوا يديوها يدفنوها. نورمالمون سي بالان هذه، يا مازال ما بانتش مليح، تقدر تكون كاشالو تقدر تكون بالان، فاهم؟ فيها واحد دي متر، تكون توزن واحد 4-5 طن بليس، مازال ما بانتش على كل حال مليح. سي بالان اكس 20 دو ليسيون دونك الاتلانتيك ابري تي شوي دردقي. C'est une baleine qui s'appelle, c'est une famille de baleines, cachalot.
دونك تاشي دي لاتلانتيك كيك دي نير تو سا تي شويت بار ماروك ما ضيق جبل طارق فوالا دونك تو سدر ذا قال لو شونجمون دي كليما لو بارتون دونك تاشي كسمي ذين لو فروا افيك لو شو صدر يسيسد الكليما ما كان يزاي شويه. وبهذا مشاهدينا نختم هذه الساعة الإخبارية وإليكم عادة للعناوين. المتنافسون على الرئاسيات ينشطون 85 تجمعا خلال الأسبوع الأول، ومديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة تحتل الصدارة. غياب المناظرة السياسية بين مترشحي الانتخابات الرئاسية رغم تجسيدها في العديد من الدول يطرح التساؤلات، خوف من الفضائح أم غياب لثقافة الحوار؟ مهنيو قطاع السمع البصري يتنفسون سعداء بعد صدور القانون الخاص بهم رغم الجدل الواسع الذي صاحب المشروع منذ بدايته. وفي الساعة الإخبارية تابعتم حوت ضخم يخرج إلى شاطئ أزفون ويشد فضول العديد من المواطنين. مشاهدينا شكرا لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، في أمان الله. السلام عليكم.